استخدام الطاقة الشمسية في الوقت الحالي لتوليد الطاقة الكهربية بقى توجه عالمي في كل دول العالم، والغرض منه هو تقليل الوقود المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، واللي بتسبب بشكل كبير جدا التلوث وتغير المناخ. وعلشان كده هنتكلم على توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية، وهنبدأ بأول موضوع مهم جدا وهو وحدة بناء منظومة الطاقة الشمسية، وهو الخلية الشمسية. هنعرف كل التفاصيل عن الخلية الشمسية بعد الفاصل. الخلية الشمسية بتتصنع من طبقتين من المواد الشبه موصلة، واللي ما يعرفش المواد الشبه موصلة هي المواد اللي ما بتكون ما بين المواد العازلة والمواد الموصلة، بنسميها المواد الشبه موصلة. أشهر المواد ديت السيليكون والجرمانيوم. الطبقة الأولانية زي ما احنا شايفين اللي هي الطبقة السالبة، وديت بنسميها الـ N type layer، وديت بتتصنع من السيليكون وبيبقى مضاف إليه كمية قليلة جدا من الفوسفور، الكمية ديت بتبقى محسوبة بدقة. والطبقة ديت بتكون سالبة لأن نتيجة إضافة الفوسفور للسيليكون بيكون هناك إلكترونات حرة جاهزة للتدفق عند سقوط ضوء الشمس على الخلية. الطبقة الثانية وهي الطبقة الموجبة زي ما احنا شايفين كده اللي هي الطبقة دهيت، ديت بنسميها بي تايب لاير، وديت بتتصنع من السيليكون الصافي ومضاف إليه البورون بكمية قليلة ومحسوبة بدقة. والطبقة دي بتكون موجبة لأن طبيعة تركيبها بعد إضافة البورون على السيليكون بيكون المادة ديت بتعاني من نقص في الإلكترونات، عشان كده بتبقى الطبقة ديت موجبة بالنسبة للطبقة الأولانية. لو جينا نبص على الطبقة اللي تحت ديت بنسميها السبستريت بيز، وديت أو طبقة الأساس، وديت غالبا الطبقة ديت بتبقى شريحة من الألمونيوم عشان يتم وضع عليها اللايرز زي ما احنا شايفين كده بالظبط. المنطقة الصفراء اللي في النص ديت بنسميها المنطقة المستنزفة من الشحنات. في التصنيع أول ما الطبقة الأولانية يتم وضعها على الطبقة الثانية بيحصل مرور للإلكترونات من الطبقة العليا اللي هي الطبقة السالبة، ومرور من الشحنات الموجبة للطبقة العليا، وبتستمر العملية ديت لحد ما يحصل توازن، وبيحصل نتيجة التوازن ده ما يسمى بالمنطقة المستنزفة من الشحنات، وبتفضل فاضية ما فيهاش شحنات خالص. وده التركيب اللي بالظبط زي الموحد العادي تماما اللي كلنا عارفينه. حتى كمان الرمز، شوف بتاع الرمز الخلية الشمسية عبارة عن دايود أو موحد عادي خالص، ولكن تميز الخلية الشمسية بوجود السهمين، دي دلالة على سقوط الإشعاع الشمسي على الخلية لتوليد الطاقة الكهربائية. لو جينا نبص على الطبقة العليا اللي انت شايفها كده وركزت في الخط الأبيض ده، هتلاقي ديت عبارة عن طبقة شفافة، ديت عبارة عن عدسة زجاجية، وبتبقى مدهونة بمادة مضادة للانعكاس عشان تمتص أكبر كمية من الإشعاع الشمسي بالنسبة للخلية عشان التوليد الطاقة الكهربية يكون بكفاءة. لو جينا نبص على التو ستريبس اللي هم بالأبيض دول، عبارة عن شرائح أو شرائط، ديت عبارة عن شرائح معدنية لتوصيل الإلكترونات أو توصيل التيار الكهربي الناتج من الخلية بالدائرة الخارجية زي ما احنا شايفين. الشريط الأولاني ده مع الشريط الثاني، الاتنين بيتجمعوا، وبعد كده يبقى ده بيمثل الطرف الأولاني لخارج الخلية، والطرف الثاني زي ما احنا شايفين بيتوصل بقاعدة الأساس اللي قلنا غالبا المادة بتاعتها بتبقى من الألمونيوم. معلومات مهمة جدا لازم نعرفها عن الخلية الشمسية، إن هي بتنتج تيار مستمر ده نتيجة سقوط الإشعاع الشمسي على الخلية، والخلية لا تخزن الطاقة الكهربية، ولكن يمكن اعتبارها بطارية صغيرة بيتولد عليها جهد من نص إلى 6/10 فولت دي سي على حسب نوع الخلية زي ما هو باين كده قدامنا بالظبط. كمان لازم نعرف إن التيار الناتج من الخلية قيمته بتتوقف على كمية الإشعاع الشمسي الساقط على الخلية، لأن أنا عندي مثلا أشعة الشمس في الظهيرة مش زي أشعة الشمس اللي موجودة الصبح أو آخر النهار، أشعة الشمس اللي موجودة في القاهرة مش زي اللي موجودة في أسوان أو موجودة في المناطق الحارة مثلا على سبيل المثال، فكمية التيار الناتج بيتوقف على كمية الإشعاع الشمسي الساقط على الخلية، وكمان بيعتمد على حجم الخلية. المعلومة المهمة جدا اللي لازم نعرفها، لازم نعرف الخلية ديت بتولد كهرباء ازاي. الشعاع الشمسي زي ما احنا شايفين او الضوء الشمسي ده عبارة عن اشعاع كهرومغناطيسي،
والإشعاع الكهرومغناطيسي ده بيتكون من وحدات صغيرة جدا من الفوتونات. الفوتونات ديت لما بتسقط على الخلية بتبدأ تصطدم بذرات الخلية، ولما هتصطدم بذرات الخلية كل الفوتونات ديت بيبقى لها طاقة، نتيجة الطاقة ديت بتبدأ تتحرر الإلكترونات اللي بتبدأ تتحرك عشان تتجمع في الاستريبس اللي احنا شايفينها ديت، وبعدين تخرج على الدائرة الكهربية أو الحمل بتاعنا. آخر نقطة لازم نعرفها عن الخلية الشمسية إن هي بتنتج قدرة كهربية، القدرة دي بتبقى عبارة عن حاصل ضرب التيار في الفولت، والقدرة دي بتوصل للماكسيمم لما التيار ده بيوصل للماكسيمم، وزي ما قلنا قيمة التيار دي بتتغير على حسب كمية الإشعاع الشمسي الساقط عليها وعلى حسب حجم الخلية. يعني لما يوصل التيار للماكسيمم نتيجة إن كمية الشمس الساقطة على الخلية كبيرة جدا، وبالتالي القدرة الخارجة عندي على الطرفين هتبقى برضو ماكسيمم أو هتبقى أقصى قيمة للقدرة. عشان نفهم القانون هنجيب القدرة الناتجة من الخلية الشمسية، ودي بتبقى عبارة عن البي ماكسيمم بيساوي الفي أوت في الأي ماكسيمم. تمام، هندي مثال برضو عشان يبقى مفهوم. بيقول لك احسب أقصى تيار خارج الخلية الشمسية وجهدها نص فولت، وأقصى قيمة للقدرة الناتجة منها 1.75 واط. الحل الاي ماكسيمم بيساوي البي ماكسيمم على الفي اوت، وبالتالي 1.75 على نص هيساوي 3.5 امبير. وكده يبقى خلصنا الحلقة الأولى من الطاقة الشمسية واستخدامها في توليد الطاقة الكهربية. اللوح الشمسي بيتكون من مجموعة من الخلايا الشمسية، مقاس الخلايا تقريبا بيبقى 15.6 × 15.6 سنتيمتر. الخلايا دي بتتجمع مع بعضها في اطار واحد عشان تدينا في النهاية اللوح الشمسي اللي كلنا عارفينه بقدرة محددة. اللوح الشمسي بعد ما بيتكون بيبقى له قدرة محددة، فالانواع الشهيرة جدا اللي موجودة في السوق بقدرات قياسية او ستاندر، الالواح اللي هي قدرتها من 250 ل 285 واط، والنوع ده من الالواح بيحتوي على 60 خلية، 6 خلايا بالعرض و10 بالطول. الالواح القياسية التانية واللي بتبقى قدرتها من 315 واط ل 335 واط، وديت بتحتوي على 72 خلية، 6 خلايا بالعرض و12 خلية بالطول. لما بيتم تجميع مجموعة من الالواح الشمسية مع بعضها عشان نحصل على قدرة محددة او قدرة معينة، المجموعة ديت بنسميها المصفوفة الكهروضوئية او بنسميها سولار الري. انواع الالواح الشمسيه بيوجد منها 3 انواع. النوع الاولاني اللي هو الالواح احاديه الكريستالات او بيسموها مونو كريستالين سيليكون. النوع ده من الالواح زي ما واضح قدامنا الخليه بتكون من السيليكون المشكل من شرائح متناسقه ومتلاصقه، وفي النهايه بيتم تقطيعها لشريحه بمقاس محدد، والشريحه ديت هي اللي بتمثل الخليه الشمسيه. من مميزات الالواح الشمسيه احاديه الكريستالات، اول ميزه ان كفاءه التوليد للكهرباء بتصل ل 22.5%، وديت عاليه نسبيا مقارنه بالنوع اللي هنتكلم عليه بعد كده. الميزه الثانيه ان هي صغيره في الحجم نسبيا مقارنه بالنوع برضو اللي هنتكلم عليه بعد كده بنسبه تصل الى 5.6%. الميزة الثالثة بيبقى العمر الافتراضي للألواح اللي من النوع ده 5. الميزة الرابعة ان المظهر الجمالي للنوع ده من الألواح بيبقى عالي جدا مقارنة بالنوع. طبعا العيب الرئيسي بتاعها ان هي بتبقى غالية الثمن عشان كل المميزات اللي احنا قلناها من شوية. النوع الثاني من الألواح وديت بنسميها ألواح متعددة الكريستالات او بيسموها بولي كريستالين سيليكون بانلز، ودي زي ما واضح قدامنا كده الخلية بتبقى مصنوعة من فتات او كسر السيليكون المصهور معا عشان تشكل في النهاية شريحة، والشريحة دي بيتم استخدامها في تصنيع الخلية الشمسية. مميزات الالواح المتعددة الكريستالات، اول ميزة ان هي رخيصة الثمن مقارنة بالالواح اللي هي احادية الكريستالات. الميزة الثانية برضو ان عمرها الافتراضي بيبقى 25 سنة فأكثر. عيوبها، اول عيب ان كفاءتها اقل مقارنة بالالواح الاحادية وتصل كفاءتها ل 16.9%. العيب الثاني وان هي بتكون كبيرة في الحجم نسبيا مقارنة بالالواح الاحادية، وتقريبا بتبقى اكبر بنسبة 5.6% عند نفس القدرة.
ايه العيب الثالث؟ وده يعتبر عيب ثانوي، مش عيب اساسي، يعني ان المظهر الجمالي ليها بيكون اقل بكتير جدا مقارنه بالالواح وحديد الكريستالات. النوع الثالث من الالواح الشمسيه وهو الالواح المرنه او بنسميها الثين فيلم بانلز. ومن مميزاتها اول حاجه زي ما انتم شايفين كده بالظبط ان هي بتكون مرنه، وده بيخليها بتاخد نفس شكل السطح المراد التثبيت عليه. الميزة الثانية ان وزنها بيكون اخف والسمك بيكون اقل. نتيجة الانسيابية طبعا والمرونة ديت فتدينا ميزة ثالثة ان هي سهل جدا ان تتركب على التطبيقات المتحركة زي السيارات والمراكب والسفن. عيوب النوع ده من الالواح، اول عيب ان عمرها الافتراضي 15 سنة فقط مقارنة طبعا بالواح الأحادية والألواح المتعددة. العيب التاني للألواح ديت إن هي بتكون أغلى الأنواع ثمنا إذا تم حساب عمرها الافتراضي في معادلة الثمن. تابعوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد إن شاء الله من فيديوهات الطاقة الشمسية، اللي هتبقى فيديوهات قيمة جدا إن شاء الله وهتضيف لك معلومات كويسة جدا في الطاقة الشمسية. ما تنساش الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو عشان يوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من الناس، في ناس كتيرة جدا محتاجة المعلومات ديت، فما تبخلش عليهم بالمشاركة. ولو ليك أي تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.